يلا يا شباب، هنبدأ مع بعض جزء الإملاء، صف خامس باللغة العربية. أنا معاكم مس أميرة. نبدأ مع بعض يا شباب بالعنوان الاختلاف. من أول الصف، الاختلاف سنة الحياة. يلا يا هدى. مش في الصوت مش واضح، في صدى صوت. طلع عند جودي. الاختلاف سنة الحياة. الاختلاف سنة الحياة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لسه بدور عليك يا دودو. الحمد لله على السلامة حبيبي. يلا يا دودو هاتي الدفتر بتاعك عشان عندنا إملاء. أنا كنت مستنياك يا دودو أهو. يلا اكتبي في وسط السطر الاختلاف. مش انا الاختلاف. نعم؟ ماشية في الشارع. أنت لسه في الشارع يا روحي؟ ترجعي بالسلامة يا قلبي. طيب إحنا عندنا إملاء. الاختلاف سنة الحياة. ناس، هو الاختلاف اكتبه في اول السطر ولا اخر السطر؟ من أول السطر بقى، الاختلاف سنة الحياة التي، الاختلاف سنة الحياة التي فطرنا فطرنا الله مس انا بعد النتيجة. التي فطرنا الله التي الاختلاف بعد، فطرنا الله مش بعد الاختلاف سنة الحياة. التي فطرنا الله عليها. التي لسه فطرنا كده ولا كلمة فطرهم؟ فطرنا الله عليها. خلص. تمام. يا مس، هو ما ينفعش اقول الكلمة؟ قولي يا عايز تفضل. حضرتك اللينك اللي انت بعتها ده لينك الامتحان الالكتروني. اه يا حبيبي تمام. يلا بس هو ممكن حضرتك اللي خلص الإملا يركنها على جنب دلوقتي عشان هصححها في آخر الحصة. مش لو يلا بقى خلاص كده، اه اللي خلاص هو فطرنا الله عليها ونركن الإملا على جنب. يلا يا صف خامس، انا مش عايزه اي صوت، انا عايزاكم كلكم تحلوا الاختبار الالكتروني اللي انا بعته في الشات ده وكله انت يحل بقى دلوقتي. بس تمام ممكن مين بعد؟ تبعتيها على الشات، ممكن تبعتيها على مش الشات يا ممكن مس. حضرتك تبعتيها انا تاني؟ ايوه يا مس، بعتيها تاني. ايه يا مس؟ مس اه مش موجود حاجه. مس ابعتي للكل، تبعتي انا اصلا الايسر بس. اه انا ايوه بعت يا الايسر مس، بس. خلاص اتفضلوا يا ولاد. يلا كله يركن الاملاء على جنب وتحلوا لي الاختبار مس الالكتروني ده دلوقتي. مس ماشي بصي، يا مس. لما اجي اخلص الاملاء انا هبعته على الجروب الأصلي، لأن أنا مش موجود في مس جروب الواجبات. لا ما تبقى، خليه اخر الحصه هتفتحوا الكاميرا وانا هشوف اصحح الاملاء كلها. أنا قصدي ماشي. في الامتحان ده. تمام يا اه مس. انت ليه مش في جروب الواجب؟ استنى انا هحط لكم لينك الجروب. استنى حبيبي. مس أنا مش في الجروب أصلاً. أنا مش في ماشي والله الجروب. العظيم. مس أبدأ حل، مس أبدأ اه حل. يلا ابدأوا حلوا. يلا اتفضلوا. مس أنا هبعته على جروب الواجب، على الجروب مس الأصلي. لا يا مس يوسف لو سمحت ما تبعتهاش على الجروب الأصلي. أنا مش في قول الجروب. لي بس ابعت لي يا مس يوسف، أكتب اسمي. يوسف ابعت لي أي رسالة وأنا هدخلك دلوقتي على الجروب الواجب. مس أكتب اسمي ماشي على الجروب الأصلي. يا حبيبتي اكتبي اسمك يا جودي، اكتبي اسمك يا جودي.
مش على الجروب الأصلي أكتب حاجة؟ اه لا ما نبعتش على الجروب الاصلي، ابعت لي بس اي نقطه او اي حاجه على الجروب العام يا وانا بنت هدخلك على جروب ورقم الواجب. مش فاهمة، أنا مش فاهمها. خد اللي بعدها وابقى افكر فيها في الاخر. يلا يا مس هي موجودة فين يا مس؟ تبعتها فين؟ على مس الشات يلا على ضيفيني، الشات بتاع الزوم هنا يا قلبي. مس يلا ضيفيني. أنا عملت نقطتين يا مس، مفيش اه حاجة يا مس. اهو يا حبيبي بعتها تاني، شوفيها تاني. يا أنا مس ضيفيني في الجروب الواجبات، عملت نقطتين. اهو خلاص والله العظيم هضيفك حالا. بس اكتب اسمي الثلاثي ولا اخر بس؟ اكتب الثلاثي يا آسر، ايه المشكلة؟ حاضر يا مس. نعم ايوه بيقول لي اهلها الجيران المعلمون التلاميذ اصدقاء معلمته، يعني اقول له هو اللي كان موجود في الحصه. مس. يا مس ماشي يا آسر، يلا بتقول ايه يا حمز؟ سؤال ايه؟ قول لي رقم كام؟ اللي هو أهلها الجيران المعلمون التلاميذ أصدقائها معلمتها. مين اللي الله أسرع؟ اه مين اللي أسرع عشان يطمن على صحة نور؟ خلاص اتكيت عليها. ماشي. يا مس في الأكمل ده يا مس اكتبه ازاي؟ ولا اكتبه في الكراسة؟ لا ما تكتبش في الكراسة، اختار برضو، كله اختياري، ما فيش أي حاجة أسرع. ماشي. الاختبار كله يا ولاد، اللي كانوا معايا السنة اللي فاتت عارفين إن احنا بنعمل كويز كده واختبارات إلكتروني. انت اول مره تمتحنوا الكتروني السنه دي؟ لا يا مس، ما لا يا عملتني مس، بكم كل يا مس مرة قاعدين بناخد مش هو كويس. 5 أسئلة ولا؟ اه تقريبا هما الاسئله دي بس، اللي هو اخر سؤال معانا 7 أسئلة يا حبيبي، 7. يا مس هنبعت لما نخلص هنبعت لا نبعت اضغط اضغط ارسال ووريني الدرجة، خد سكرين شوت للدرجة وحطها لي على جروب الواجب. ماشي. خلاص فتحت الكاميرا يا مس. تمام يا آسر، يلا خلصت ولا لسه؟ زمالك قرب يخلصي. مس على فكرة أنا فاضل لي بس اللي هي هنخلص سبعة يا مس، وثمانية. مس أنا فاضل لنا هخلص يا مس. 5 و6 و7 و8 جبت كام يا و9. آسر؟ فاضلي كتير شوية. ايه يا مس عايزة تقولي ايه؟ مس ليه مس 9 وبعدها 1 2 3 تاني. عادي مش مشكلة، عشان دي أجزاء تانية من بعيدة عن الدرس في النحو يعني. مين كان بيسأل؟ أيسل كان عندك سؤال؟ لا يا مس، انا تمام يا حبيبي. يا مس فاضل لي بس بقول لك فضل شوية قليلين وخلص الامتحان، بعدها اضغط على ارسال. اه يا روحي. مس نعم يا شيخ شام، اللي انا زعلانه منها اللي ما عملتليش النشاط ولا عملت لي الفيديو. ينفع يا شام؟ ماشي، انا بعت لك النشاط. لا بس ما عملتيش فيديو، مش انا قايله لك اقفي قدام الكاميرا وقوليه؟ طيب يا مس بعدين بسوي. ماشي بس سؤال خامس مش فاهمانه. سؤال ايه يا قلبي اللي مش فاهماه؟ كلمة مس انا راحة. عندي سؤال يا مس. ماشي طب ثواني سؤال لما يعني اسمع زميلتك شام وبعد كده انت قولي. قولي يا شام. كلمة بهاء. بهاء الضم بهاء ها والله جمعت التلميذ تلميذ صحته أو متابعة أو هذا. ماما جمعت تلميذات مش أنا رقم 5 مش ايه؟ فاهمانه. تلميذات كلمة بها ضمير، الضمير فين هنا الضمير؟ ماشي يا مس. يعني طب ايه يا ضمير مس أنا في عندي مش حاجة، كلمة؟ أنا عندي أهي مش مش هاتي يا انا مس. عايزة حاجة. لو قولي سمحتي يا مس، صدق هو مش صدق. مفرد يا مس، صعوبات صعب. اصل هو بيقول لي صعب طول ولا صعب، اصل انا حاسسها ان هي صعب. بس فكر وحل، قولي يلا يا ايس اللي عايزه ايه. بقول لك يا مس هات من الفقرة اسما او اللي هي كادت. ماشي انا جبت اسم 11 من كادت 15.
ايه سنوات اسم الامتحان؟ اسم كادت، في حد اسمه كادت تعرفيه؟ طيب لا قلت لها ألف ولام، الاسم بنحط له ألف ولام، ينفع نحط لها ألف ولام تبقى في واحدة اسمها الكادت؟ مين الكادت دي؟ لا حاسم ركزي يا عايزة. طيب الإجابة وركزي يا عايزة، مش هينفع أقول إجابة. انا جربت الامتحان بتاعك. تمام. الولد عبيدة ده رائع، من أول الناس اللي بعتولي النشاط، بس كان ناقص حاجة واحدة يا عبيدة، كنت هطلعك نجم اليوم لو أنت يا عبيدة عملت لي فيديو بالسيرة الذاتية. توعدني؟ ماشي يا عبيدة، عايزة ماشي فيديو كده وأنت واقف وفاتح الكاميرا وتقول السيرة الذاتية بتاعتك، حتى لو ماسك الورقة في إيدك مش مشكلة، يعمل وأقول أنا عبيدة من الصف الخامس، معلم طالب بالصف الخامس في جينيوس اونلاين سكول تحت اشراف ميس اميره، وتقوم قايل لي السيره. اتفقنا؟ يا مش ما دخلتنيش في الجروب يا مش والله يا انا ابني انا حاولت اضيفك، مش عايز يضاف، انا مش عارفه ليه. استواني انا هجيب لك اللينك. مش انا كنت 15 من 15 مش انا خلصت ابعته على الجروب العادي بس انا ايه عندي 15 من ابعته على الجروب 15. العادي. اه يا حبيبي، لا على جروب الواجبات. استنى استنى طب استنى، انا عارف اجيب لك الجروب اللينك. والله حلو، استنى خليك معايا، انا هكلمهم يبعتوا لنا اللينك. بصوا انا هحول لكم اللينك اهو بتاع الجروب بتاع الواجبات. بعد الامتحان يا مس. مس وانا ممكن ما اعرفش اعمل بتاع السيرة الذاتية ده فيديو اعمله اكتبه كده يا مس. اهو اضغط بقى على اول واحد ده يا يوسف. مس يوسف مس اضغط، اضغط على اول لينك انا نزلته اهو على الجروب. مس نعم، خلصت الامتحان وجبت 15 من 15. شطور شطور يا مالك. يلا سكرين مس على جروب مس انا الواجبات. مس انا في رقم مس انا في رقم 3 مش عارفها. اسمه ايه السؤال؟ قولي لي السؤال يا اسم. مس انا مش هعرف اعمل سكرين شوت. طيب افتحي، ينفع تفتحي وتوريني جبتي كام يا شام؟ طيب مس انا جبت 11 من 15. ليه يا شام؟ مس مش عارف مس يا آسر، مضاد تستطيع؟ لا يا مس مش دي الاثنين الثلاثة اللي تحت يا مس. مالها بقى؟ اللي أم شمسية دي ولا مش اسمها عارفة لام، لام شمسية، كلمة فيها لام لام شمسية. شمسية. مس طيب انت جايلي الصف السادس وصف رابع وجبال. يا مس طيب حاضر، استنى. مس هو ليه خرجني؟ ماما نعم، مس انا هنا بيقول لي لام قمرية وفي كلمة اطمئنان هو بيقول لي على حرف الالف. بيقول ايه؟ هنا في عند رقم 4 لام قمرية في اه كلمة عايزين كلمة بها اطمئنان لام قمرية. في كلمة الصعوبات طبعا لام شمسية، الدراجات. يا مس انا قصدي يا مس في كلمة الاطمئنان اخد الطاء ولا حرف الالف يا مس. الألف طبعا يا حبيبي تبقى لام ايه؟ ماشي ما ينفعش طيب اقول يا مس ده هو امتحان. كده. طيب يلا يا اسر عشان خلاص انا هبدأ احل دلوقتي. قدامك مس فاضل فاضل 3 اسئلة بس. تمام. كلمة بها هاء ضمير. هاء ضمير مس مس نعم مش نعم هي المفروض تاء مربوطة. هي مكتوب هنا ثاني هاء ضمير ثاني ولا ايه؟ ثاني ماما هو ايه الهاء مس، الضمير ده؟ هي مامتي مس عايز مامتي هاء الجراحة ضمير يا آسر. هاء ضمير يعني ايه؟ هاء ضمير يعني يعني كلمة تكون ضمير. هل هذا ضمير؟
يعني ايه بقى ضمير؟ يعني ضمير متصل او ضمير منفصل. ايه هي الضمائر المنفصله والضمائر المتصله يا آسر؟ منفصله يعني هو وهي وانت وانت وانا ونحن. طيب المتصله يعني اللي بتحل محل، كاني بقول ذهبت انا، يعني تتصل بالكلمه. ممكن تبقى هاء الغائب، ممكن تبقى تاء الفاعل، ممكن تبقى الف الاثنين، ممكن تبقى واو الجماعه. يلا ركز بقى، هاء السلام عليكم. متصلة بالكلمة. عليكم السلام. يا حضرتك يا ميس، 14 من 15. اوكي، هو حضرتك السؤال بتاع اللام القمرية ده صح؟ اه صح. طب شوفي كده. لام لام قمرية. فين هنا اللي فيها لام قمرية؟ انا غلطت في حاجة فين؟ واحدة. احنا عندنا الصعوبات، هل الصعوبات دي لام شمسية ولا لام قمرية؟ شمسية. طيب الدراجات، يا روح الدراجات شمسية ولا قمرية؟ شمسية. هو حضرتك شمسية. السؤال بس مش هو في اللام القمرية اللي هي في البيت بتاع ابن الحاج فخاف عقوق. لا مش لا، لام ممكن اسمع، قمرية. ممكن اسمع لو سمحتوا. الاطمئنان، انا هنا نطقت الالف ولا لا؟ صح، هو ما خدش باله منه، طيب تمام. هو بص اه بس بس انا للطاق، خلصت ولسه الطاق. هشوف ايوه، ما درجتي هو لازم بقى الاختبار في يبقى كام فيه يعني. تريكه كده عشان نركز. بس انا ايوه غلطت في حاجه، لسه انا بخلص. فضلت واشوف درجتي. طيب انا روح رحت بقى يا اصلا شباب، على عشان هي تلقين خلاص فاضل الطاق لي دقيقه وهنا واحده، مش واخده بالي. دقيقه واحده وانا هحل، بس دقيقه انا واحده مش والله عارفه هحل. اقعد بعد اخرج. بسم الله. هو طيب في حضرتك اختبار كنت تاني، عشان في بتخليني اختبار تاني ولسه في املاء ما اتصححتش لو سمحتوا. نعم يا حمزه، نعم. مش انا نجحت اصور وابعت. اه يا حبيبي، مش مبروك يا قلبي، انا نجحت. الله يبارك فيك يا يا مس. مات يا انا مات نجحت. خرجت صورتي عظيمة اللي انا كنت حدثته. نقدر تبعتيه تاني؟ ابعت ايه؟ حسبنا ان انا حليته كله. طب انا اعمل ايه دلوقتي يا حمزه؟ عايزه ايه، ابعت اللينك تاني؟ الدرجة كمان. طب اعمل ايه؟ ما ابعت عرفتش والله على على الشات. الشات. على فكرة يا مس انا خلصت الامتحان، هبعتهولك بقى. تمام يا قلبي، يلا. بس انا مثلا غلطت في حاجه واحده. انت شو بعتي على ايه هي يا الجامعه؟ قلبي؟ بعتي شيء تاني. غلطت في اللام بس انا القمريه. هبعتهولك دلوقتي حالا اهو تمام. رساله. احسن حاجه في الاختبار ده ان اللي بيغلط في حاجه بيعرف هو غلط في ايه. ممكن يا شام يا تكرريه مثلا تاني؟ عايزه اقول لك حاجه واحده. يا مثلا عايزه اقول لك في حاجه واحده. يعني ايه لام شمسيه؟ يعني نسيبه. ايه؟ لام شمسيه. لما اللي مثلا ما نقصت تقدرش درجه. بتهزر. لا ماشي يا قلبي، شطورة يا أيسر. انا نسيت بصي يا جميل، كله. اللام الشمسية مهمة يا مش تعرف هبعت الدرجة فين يا مش؟ على جروب الواجب. خد سكرين وابعتها على جروب الواجب، لو ما لحقتش تبعتها اكتب الدرجة. لو انت مش عارفة مين ما لحقش، اكتبه بس الدرجة. يا مش على طب فكرة ان انا المهم نسيت درجة. تمام، ايه ماشي، مش مشكلة يا أيسر، المهم تعرفي الخطأ بتاعك فين. حاضر. طيب ممكن بقى أبدأ أحل، ممكن لو سمحتوا. طب لا ثانية يا يا مس، مس. لا لا شمسية. ثواني. نبعت الدرجة تمام. بس يعني نفس تعرفي انت الشمسية كله يعني ايه؟ تقص السكة وتعمل كده وتطلع على طول. ايه نفس صعب. تمام يا مس، الحمد لله خلصت. تمام يا مس ايسر، انا ممكن فاضل بقى. لي سؤال واحد. يا مس فاضل لي سؤال واحد. طيب انا بسرعة يا ايسر، هنسى اتفضل. عشان خلصت. احنا عايزين اصلا بعد كده هنتدرب وناخد امتحانات الكترونيه، احاول اعملها لكم كل حصه ان شاء الله زي كده. بس طب لو بس عملتوا الزحمه دي والدوشه دي، الاختبار الالكتروني يتحل في ثانيه ويتبعت. عشان كده عقبا لكم هخليه في اخر الحصه. بعد كده مش هيكون في نص الحصه اصلا، عشان كده بتضيعوا لنا الحصه. يلا يا صف خامس، هبدا مع بعض. على ما اسر يخلص انا هقرا القطعه الاولى. نور تلميذه مجتهده ومتفوقه اصيبت في حادث سياره، نقلت على اثره الى المستشفى، فأسرع المعلمون والتلاميذ لزيارة نور والاطمئنان على صحتها، ولكن نور كادت أن تفقد الثقة بنفسها وأنها ستنجح هذا العام لأنها لم تستطع الحضور إلى المدرسة ومتابعة دروسها، ولكن المعلمين والتلاميذ ردوا عليها بشكل حاسم بأنها تستطيع. شعرت نور بالحماس وقالت سأتحدى كل الصعوبات وسأذاكر جيدا كي أحصل على أعلى الدرجات. أكمل أسرع نقط
للاطمئنان على صحة نور. يلا يا أحمد شامي، أسرع مين؟ أنا هسأل يا بالدور ماما. ولا هسأل هو اللي هيجاوب؟ مس انا جبت 15 من 15 يا مس اسف. ممتاز يا آسر، شطور يا حبيبي. يلا مس يا انا أحمد، جبت 14 من 15. خلاص والله العظيم أنا شفت كل الدرجات، مش عايزة أعرف حد جاب إيه، أنا شفت كل مس انا الدرجات. جبت 14 من 15. تمام، يلا يا أحمد لو سمحت. مس ما ينفعش اصحح خطأي. لا المعلمون والتلاميذ. برافو، تمام. المعلمون والتلاميذ. السؤال مس اللي ممكن بعده اقول لك حاجة؟ مالك، انا مش عايزه حد مس ممكن يتكلم اقول لك اصلا. حاجة لا انا واحدة بس بس؟ بقى، اتفضل قول. مس انا كنت جبت 14 من 15 وغلطت في الفعل، ماشي يا حبيبي، فممكن احله معاكي؟ تمام يا حبيبي، حلو تاني مفيش مشكله. طيب ممكن بقى، انا اضطريت ان انا اعمل كده واقفل المايكات عشان حضراتكم ما بتلتزموش بالحصه، وبجد تعبتوني. اللي انا هساله هيجاوب هو اللي هفتح له المايك. يلا يا ادهم اتفضل، اول سؤال. تاني سؤال، معنى حاسم يا ادهم؟ نهائي. برافو حاسم، نهائي. السؤال اللي بعده، آسر، مضاد تستطيع؟ بس انا اه يا آسر اتفضل. مضاد تستطيع؟ حاضر يا مس. أسرع يا حبيبي. ثواني يا مس. مضاد تستطيع تعجز. برافو، تعجز. السؤال اللي بعده، أيسل، اقرأي سؤالك يا أيسل. تمام. يعني على فكرة ده السؤال اللي أنا غلطت فيه هنا، هحاول أصححه. هنا أكتب مفرد الصعوبات صعوبة. برافو، مفرد صعبات صعوبة، برافو عليك يا أيسولة. اللي بعده، الأستاذ آدم اللي ما سمعنا لهوش حصة طول الحصة. آدم، السلام عليكم، افتح المايك. وعليكم السلام يا يوسف. ايه يا آدم، أنا جبت 13 من 15. 15؟ طب واللي جامعة الميزة ايه يا آدم يا عسل؟ الميزات. الميزات، برافو عليك يا آدم. السؤال اللي بعده، هدى، هدى عبد الستار، يلا يا دودة. نور تلميذة كسولة، غلط يا اس. طبعا خطأ. طيب السؤال اللي بعدها، مالك جميل، قررت نور الاستلام استسلام الصعوبات. خطأ. السؤال اللي بعده، تسنيم، تسنيمة يا جميلة، بما تصف نور كما فهمت من الفقرة السابقة يا تسنيم؟ أنا جاي يا بنت. مين مثل السواق؟ يلا يا لولو، انا بس مش سامعاكي يا ايس يا تسنيم. الميلة متفوقة. تلميذة متفوقة، برافو عليكي يا تسنيم يا جميلة. السؤال اللي بعده، تيتومي، هات من الفقرة يا تيم اسم، نعم يا مس. هات من من الفقرة اسم. حاسم يا مس. حاسم طبعا يا ولاد، عشان لو وضعنا لها ألف ولام نقول الحاسم، ايوه يا مس. لكن الحاسم. تستطيع فعل، في حاجة اسمها ال تستطيع؟ لا طبعا. الكدت؟ لا طبعا. فعشان كده عندنا انا حاسم. عرفت ان هي مس اسمي يا مس علشان فيها بوم يا مس فيها كسر. تنوين، برافو عليك. كمان أدهم الشطور قال لنا اسم عشان بقى تنوين، ما هو علامات الاسم ممكن يكون تنوين، ممكن يكون تاء مربوطة، ألف ولام، مصبوغ بحرف جر، أو مصبوغ بأداة نداء.
يلا يا شطورين، اللي بعد الجميل ده هيكون يوسف مراد الشطور، وبعده يوسف عصام. يلا يوسف نعم يا مراد فعل. فعل فعل تستطيع. برافو، تستطيع. يوسف عصام لام شمسية. لا من شمسي ايه؟ لام شمسية يعني ايه بقى؟ معظمكم، اللي انا اكتشفت ان معظمكم يا ولاد ناسي، انا مش هقول مش عارف، مش مشكلة ان احنا نكون ناسيين او نكون حتى مش عارفين، المهم ان احنا نتعلم. يعني ايه يا ولاد لام شمسية؟ يعني الالف واللام دي، اي كلمة فيها الف ولام، اللام بتاعتها دي تكتب ولا تنطق، يعني انا مش بنطقها. زي ايه يا ولاد؟ زي حروف ابغي حقك وكف وايه وعقلك. طيب دي عبارة عن ايه؟ يعني في حروف معينة يا ولاد لما بيجي بعدها اللام، بنقول بتيجي بعد اللام بنقول عليها ان دي لام شمسية. تمام؟ زي حرف التاء والساء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون. طب انا عايزة اجربها يا ولاد، اجربها ازاي؟ يعني مثلا اقول ايه؟ التلاميذ. نطقت اللام؟ لا يا مس ما نطقتهاش. طيب قلت المستشفى. المستشفى نطقت اللام؟ اه طبعا نطقتها، قلت ال، ما ينفعش اقول المستشفى، في حاجة اسمها المستشفى؟ لا يا مس، يبقى دي لام قمرية. التلاميذ، ما نطقتش اللام عادي والكلمة طالعة صح، يبقى دي لام شمسية. طيب تعالوا نجرب الحماس عشان برضو كلنا نفهمها أكتر. الحماس، الحماس، أهو نطقت اللام، تبقى دي لام قمرية. يبقى اللام القمرية يا ولاد هي التي تنطق وتكتب. طيب السؤال الرابع، اللام القمرية. تعالوا بقى نشوف اللام القمرية مين هيقولها لي من الأبطال الحلوين. شامي القمر، يلا يا شامي يا جميلة. عمي ماشي. الدرجات ولا الدرجات ولا ايه بالظبط يا شام؟ انهي واحدة في دول؟ الصعوبات لا الصعوبات. جربي كده يا شام، نطقناش اللام. الصعوبات الصعوبات ما نطقناهاش، يبقى لام شمس، يبقى لام شمسية صح يا شام؟ صح. طيب الدرجات، قد جربوا كده كلكم وقولوا معايا قد قد، ما نطقناش اللام برضو صح يا شوشو؟ صح. طب اللي بعدها يا شوشو، الاطمئنان، نطقنا الالف هنا يا شوشو؟ اللام أيوة قطع. اه طبعا يا مس نطقناها عشان الالف من حروف اللام القمريه. السؤال اللي بعده، مصطفى الجميل. يلا يا صاصه قولي يا مصطفى، جبت كام في الاختبار؟ قفلت يا بس. برافو عليك، ما شاء الله عليك. يلا حبيبي، كلمه بها ضمير. يعني ايه ضمير ده اللي معظمكم تلخبط فيها؟ كلمة بها ضمير. لا يعني ايه يا اولاد ضمير؟ يعني ضمير الهاء ده، يعني هاء ضمير تتصل بالاسم او الايه، بالاسم. يبقى يا اسر ركز معايا عشان الجزئيه دي هذا مش عارفها. هذا لا هذا، هذا مش ضمير، هذا اسم اشاره. هذا دي اسم إشارة. صح يا مصطفى؟ طيب ازاي يا مصطفى قفلت وانت حليت دي خطأ؟ لا شوفوا حلتها ايه، انت حليتها ايه؟ شوفوا حلتها ايه. صحتها. يعني ايه يا ولاد ضمير؟ يعني الضمير يا ده بس عبارة، ركز طيب معايا، بص يا حبيبي، الضمير ده عبارة عن ايه؟ هاء بتأتي بعد الاسم، ده اسمه ضمير الهاء. في ضماير تانية هنتعرف عليها ان شاء الله السنة دي مع بعض. ده بس تمام حبيبي؟ حللها صحتها. تمام. الضمير هنا هو الهاء، اسمها ضمير متصل. طيب تعالوا نحل السؤال اللي بعدها، وبعد كده هروح على السبورة اشرح لكم يعني ايه ضمير. حرف الجر هو ايه يا فاطمة؟ حرف الجر هيبقى ايه يا فاطمة؟
حرف الجر هيبقى على. برافو عليكي يا فاطمة. على هدى حمودة. قولي اه لنا حسيت ايه ما الحرف جاب العاطف مين هنا يا هدى؟ انا يا مس. حروف العطف هنا ايه يا هدى؟ الحمد لله على السلامة يا بنتي. قولي لي يلا يا قلبي، ايه هي حروف العطف هنا؟ واو برافو عليكي، واو. طب تقدري تقولي لنا ايه هي حروف العطف كلها يا دودو؟ واو ايه تاني؟ واو وفاء وثم. حليتي الاختبار يا هدى؟ ايوه يا ميس. جبتي كام يا قلبي؟ طبعا يا ميس. تمام. طب عرفتي ايه الحاجات الاجابه الاختبار كله معانا؟ فهمتي ليه كل اجابه احنا اخترناها؟ تمام يا حبيبي، ان شاء الله الحصه الجايه هيكون افضل وافضل. بصي بقى يا ولاد، تعالوا ركزوا معايا على السبوره عشان نفهم يعني ايه ضمير. ركزوا معايا كده عشان الضمير ده قصه لوحده ودرس، يعني حان الوقت ان احنا نعمل. بصوا بقى يا ولاد، عشان بس تبقوا شاطرين ومفيش اي حاجه فايتاكوا خالص في النحو، حتى ده ممكن يكون لسه هناخد الضمير ده قدام شويه، بس انا عايزاكم النهارده تبقوا عارفينه لان بيجي كتير. الضمير، الضمير ده يا ولاد ممكن يتصل بالاسم، ممكن يتصل بالفعل، ممكن يتصل بالحرف. يعني ايه ضمير؟ ضمير ده يعني يحل محل ايه يا ولاد؟ ايه هي الضمائر؟ انا، نحن، هو، هو، هي، هم، هن، هم، هن. ممكن يبقى ايه كمان يا ولاد؟ انت، انت بالشكل ده، او انت. يبقى يا ولاد دي الضمائر اللي بتحل محلها. طيب ايه هي انواع الضمائر يا ولاد؟ تعالوا على جنب كده ونكتب انواع الضمائر. احمد شامي جاب اخوه وراحوا البحر وسايبيننا احنا قاعدين هنا في الحر. ركز معايا يا احمد، الضمير ده يا ولاد ممكن يكون عبارة عن ايه؟ ممكن يبقى هاء غائب او هاء غائبة، هاء غائب او هاء غائبة. ممكن الضمير ده يا ولاد يبقى ألف اثنان. يعني ايه؟ يعني الضمائر اللي انا بكتبها دي تيجي بتحل محل انا ونحن وهو وهي. يعني انا ونحن يقولوا لا والله احنا مش لاعبين، مش نازلين النهارده في الكلمه، احنا هنبعت بدلنا الهاء الغائب او هاء الغائبه او الف الاثنين او تاء الفاعل او واو الجماعه. كل ده بيجي يحل محل الضمائر اللي احنا شايفينها قدامنا دي. واو الجماعة ممكن كمان يبقى ايه يا ولاد؟ ألف اثنان تاء الفاعل واو الجماعة، هاء الغائب وهاء الغائبة. كمان ممكن يا ولاد يكون كاف الخطاب. ممكن كمان يا ولاد يبقى ياء المخاطب، قصدي ياء المتكلم. يعني مثلا البنت نقول لها ايه؟ البنت نقول لها اكتبي، يبقى ياء ايه هنا؟ الياء بتاعت اكتبي. تمام يا ولاد، يبقى دي كلها اسمها ايه يا حبايبي؟ اسمها الضمائر، الضمائر المتصلة. يبقى بتتصل بالكلمة، ضمائر تتصل بالكلمة. ممكن تبقى كمان يا ولاد نون النسوة، دي ياء المتكلم. ممكن تبقى كمان يا ولاد نون النسوة، يعني نون النساء. طيب عبارة عن ايه؟ كل واحدة من دول بتيجي مع حاجة. يعني الاسم بيجي معاها، بيجي معاها هاء. زي ايه مثلا؟ اقول ايه يا ولاد؟ اقول كتابه، يبقى دي يا آسر دي هاء متصلة بالايه؟ بالاسم. ركز معايا يا احمد شامي ونفتح الكاميرات يا حبايبي. ممكن اقول مثلا ايه؟ كتابك، كف الخطاب، دي ضمير متصل. تمام، كتابك انت، يعني قصدي احمد شامي اقول كتابك انت. فهمت يا ولاد يعني ايه كتابه هو؟ طيب اللي بعدها يا ولاد انا هقول ايه؟ الفعل، الفعل ايه اللي بيتصل بالفعل؟ فعل يتصل بيه واو الجماعه. ممكن يتصل بيه ألف الاثنين، ممكن يتصل بيه
ياء المخاطبة. طيب مثال يا مس، الحقيقة بمثال عشان نفهم أكتر. هقول لكم مثلا إيه، ممكن أقول كتب، مش كتب دي فعل يا هدى، كتب دي فعل، أقول كتبوا، يبقى هنا واو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل. ممكن كمان يا ولاد أقول إيه، كتبنا، يبقى ناء، الناء دي اللي هي ألف الإسنان ضمير متصل في محل رفع فاعل. ممكن اقول ايه، كتب، كتب، يعني الاثنين كتبوا، كتبوا الاثنين. ممكن اقول كتبنا، نون النسوة. ممكن اقول ايه تاني يا اولاد، ممكن اقول اكتبي، اكتبي يا تسنيم. ادم بتشخبط على البورد ليه يا ادم؟ ما تشخبطش على البورد يا ادم. في حد مش فاهم يا ولاد الضمير المتصل لحد كده؟ لا يا مس، لا لا مش لا لا عادي تبعتين على الجروب؟ عادي طبعا، حد هياخد لنا دلوقتي سكرين اول ما خلص بيبعتها على الجروب. طيب ايه تاني يا المهم ولاد، كتبوا، كتب، كتبنا، دي كلها يا ولاد ضمائر. طيب ايه اخر حاجه، الحرف يا ولاد، عارفين ايه هي الحروف يا شباب يا محمود؟ حروف من، الى، على، عن، في، والباء، والكاف، واللام، صح؟ ممكن اعمل ايه هنا، اقول يا ايه، باشا، ما تقفليش المايكات تاني. يا حاضر يا باشا، ولاد. انت بتعرفي درجتي كام؟ لا انت بتعملي سكرين وتبعتي، ممكن انت بتحلي تاني وتبعتي. بصي يا ولاد ينفع تبعتيه؟ انت بتزعلوا انا بقول لك طيب، يا روحي باشا اعملي. منك بعد كده، انا عملتها سكرين يا باشا. خلاص والله العظيم انا عارفه اللي عمل سكرين. ممكن نقفل المايك اب بقى ونسمع لو بس سمحتوا. تعالى بس، يا بس لا انا يمس، كنت فتحته كده وقفلته فعلق. ماشي يا حبيبي، يا مس، طب ينفع تبعتي تاني يا مس؟ حاضر يا حبيبي، هبعت لكم تاني في اخر الحصه. ماشي. طيب بس عشان يا مس انت ما قلتليش ايه الكوبري، وان انا شربتها نص 12 من 15. ماشي يا حمزه، شفت بقى الرغي بقى، شفت بقى يا محمود اللي زعلان بتقول لي يا مس ما تقفليش المايك تاني. سمعت؟ ضيعوا لي كام دقيقه، ضيعوا لي ارض 3 دقائق اهو. يا مستر انا مش عايز تقفل المايكات، انا ما جاوبتش خالص. تمام يا محمود، انت ما جاوبتش معانا. ودي بس انا مش راضي اتجوز، بس مش راضي اخلي انا عندي الباب. ممكن اطلق. محمود او اقول لك يا مس، اقفل لهم المايكات. يا محمود، انت اول واحد الحصه الجايه اللي هبدا بيك قراءه. ماشي يا محمود، طب ما قلتش الاملاء يا مس. يا ايه حمزه انت قلت حبيبي؟ حاضر حاضر والله، ثانيه واحده خلص الدمار وبعد كده والله نصحح ما قلت يا القراءه. مس. يلا بس طيب جايين، ممكن نسمع أعدل. كمان الحروف على دي، حرف جر صح، نضيف لها الهاء الضمير يبقى عليه. تمام، ايه تاني يا اولاد، من دي حرف جر، نضيف لها ضمير الهاء يبقى منه، يبقى منه، منها، يبقى دي اسمها هاء غائب او هاء قائبه. انا بجيبها متصله بالايه، بالقشط او الفعل او الحرف. ممكن ناخد سكرين وتنزلوها لي على الجروب دلوقتي، وممكن اصحح الواجبات لو سمحتوا. يلا يا احمد شامي وريني الاملاء، قصدي اصحح الاملاء يا اولاد. فضلكم تصحيح الإملاء، يلا كله يوريني حاضر يا الإملاء. مس، هبعت لك الإملاء حالا حالا. ما تفتحي الكاميرا وأنا هشوف. ماشي يا مس. لا كاميرا، استني ثانية. مش ممكن تصححي إملائي يا مس؟ هو أنا عادلة بعت على الشات؟ حاضر يا مش مس، أنا شعب. ميس أحمد جميل بسرعة لو سمحت. ميس أنا تمام عايز معايا، ميس ممكن تشوفيها؟ تمام يا حبيبي، تمام ميس حاضر. أنا آيسل أهي. خلاص اخدت سكرين شوت للسبوره. ميس تمام يا ميس. ميس انا اسف يا ميس، برافو يا ميس انا ولد، اسف. ميس برافو يا شام، شطوره 10 من 10. يلا يا ايسر لو سمحتي. ميس انا شعر كام جبت؟ بس انا عامل من 10 من بدري 10 يا شام. ميس. وانا يا ميس، يا ميس انا يلا بعتها جبت على 10 من الشات، 10 انا يا بعتها على شطور. الشات. اللي ميس انا جبت شطرهم 10 من 10. بس مش ممكن تصححي لي؟ حاضر انا والله جبت العظيم، انا بشوف كله. حاضر، انا نعم. بشوف بميت عيني، انا مش عندي عين اهو بشوف بيها. برافو يا احمد حلمي، ميس 10 من انا جبت 10. 10 من 10. يا ميس انا جبت 10 من 10. ما فيش حد يطلع لما الميس تقول له يا احمد لو سمحت اقفل المايك عشان اشوف غيرك. لو طب سمحت يا ماشي، ميس. انا
انا كنت بقول انا جبت 10 من 10، انا ايسل ايوه يا ايسل والله يا ام يا رنا ميس. انا بعت شاطره جدا عليكي الشوفي بتاعي برافو مثلا يا يا ميس، جوزي يا ميس انا اصلا الشوفي بعت بتاعي يا جوزي عليكي يا ميس، انا مش مراد يا ميس، انا بعتها على الشات يا ميس. برافو يا جودي 10 من 10 نزلي ماشي حبيبي شفتها طب 10 من وانا الناس 10 بعتها على الشات، بس ماشي انا كنت مش تمام منزل يا ميس. ماشي نوري 10 من طب ويا 10 ميس ماشي انا يا طيبه ميس يا ميس مراد مالك ميس 10 من 10 نزل عبيدة اسر يا 10 من ميس 10 يا عبيدة يا ممتاز ميس. يوسف عصام 10 من وانا 10 طيب ممتاز ايه ده كلكم جايبين 10 من 10 ايه الجمال ده 10 من وانا 10 ميس ولا انا انا لسه كنت مش اسر معاك يوسف ميس يا مراد ميس 10 كله مراد ميس. ايوه حمزة يا ميس حمزة يا ميس. طب انا اسر يا ميس. حاضر يا اسر طب استني وانا يا ميس ممتاز حمزة برافو عليك يا اسر 10 من 10 يا ولاد ممتازين خالص خالص تبوني خالص يا ميس. ايوه انا كنت مش معاكم قلت لك يا والله فاهم 10 من 10 يا ميس. ده انا كنت حمزة برافو عليك يا حمزة 10 من 10 تاني يوسف مراد والله قلت لك 10 من 10 يلا نزل بس نخرج اخرج يا يا ميس. ناس لا ما تخرجوش خلوكوا قاعدين في اللينك والتيتشر هتدخل لكم دلوقتي السلام عليكم ماشي ورحمة الله وبركاته كمان هدى شطورة يا هدى 10 من 10 طيب انا ما شفتش ماشي هدى في هدى فين يا يا ميس، هدى في ابعتي اللينك انت يا ميس بتملي بتاع فيه يا الامتحان يا جماعه ميس. انت بتملتيش يا حبيبي طيب ممكن هبقى ابعت لك فويس وانت تكتبيها ماشي ماشي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مش خارجة. تكتب الايس كريم ايس كريم ولا ضاع مش لاقيه. تيجي نطلع؟ لا المس هتدخل تاني، المس التانية هتدخل الشام كلها زي النشام 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 اللي عمل فيكم كل المايك. إذا اللي لغات عنده حصة ماس. ايه ده ده ايه؟ مين عامل الجنتان ده كده؟ يوسف ما اللي فتح المايك يقفله. انا مش بعرف اشير، انا مش بعرف اشير، وانت عارف يا اسمك ايه؟ حمزة. وانا اصلا مش بعرف اشير. يوسف اللي بيشير، يوسف مروان اللي بيشير عشان تعرفه. يا انا ما شيرتش حاجة والله ما شيرت، وانا والله ما عارف اشير. هم
ماشي يا يوسف. والله يا اسطى يا حاج، انت عارف، لا انت عارف ان انا مش فاهمه شويه، نسيت كل حاجه. جيب الدخان. على فكره ممكن يكون ادهم، وعلى فكره اللي مشير الصوره ديت عيب. ايه ده يا جماعه، اللي بيشير ده ايه؟ مين انت اللي قال انا غلطت؟ سبت العاب بيتشاير. واضح مين مين اللي بيلعب روبلوكس؟ السلام واضح عليكم. مين اللي بيلعب روبلوكس ده؟ اقفل يا ادهم، يا اما هيتقال الويس عليك. لا السلام مش عليكم، ادهم. انا جيت. السلام عليكم، عاملين ايه؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا اللي بلعب على الشات. وعليكم السلام. ها هات يا محمود الهوست. محمود نعم، هات الهوست، الهوست معاك انت، ايه هات الهوست، انت معاك الهوست بتاع مشكلة؟ ابعتهولي. نعم مس يا محمود الهوست معاك، الايه الهوست بتاع الزوم معاك، ابعتهولي. يا ماشي يا مس. عاملين ايه يا شباب؟ قول قول لي. لي الباص اللي فات ده مش معانا خالص، مش موجود معانا اصلا، لا 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 شايفكوا كلكم غلطانين فيه. مس، بعتولك ازاي؟ بس هو اضغط على حضرتك مبين. انت مس موبايل ولا الدرس ايه تابلت؟ يا مس؟ موبايل ولا تابلت؟ موبايل. طيب افتح كده اللي هي المشاركين، اضغط عليها هيظهر لك المشاركين ايه والمشاركين؟ الاسماء اللي داخلين، الناس اللي داخلين معانا، اضغط هيظهر لك يعني الناس اسمي. اللي في الحصة يا مس؟ الناس اللي في الحصة اضغط عليها هيظهر لك اسمي، اضغط على اسمي شوية كده هيظهر لك ميكا هوست، اضغط عليها. اسمك ايه مس؟ مش ما نجوى اعرفش. نجوى نجوى مس، يعني مسكيها يا مس، هو حد يعرف ان انا موجود هنا في الحصة؟ مين اللي يعرف؟ مش فاهمة. تعال نجوى يا مس، اعمل حد ايه؟ بس انا في اضغط على الحصة اسم يعني، شوية ده هتلاقي المشكلة. ميك هوست، اضغط على اسم شوية هتلاقي ميك هوست. يا مس كل حد يفتح البتاع. بس ثواني اهدى شوية، بنت انت متعصب كمان. ليه؟ انت بتستني متعصب ليه؟ من اول سنة وانت متعصب، مش طايق حد يجي يوسف مالك. لا يوسف انا مش متعودة عليك كده، متعودة عليك ان انت هادي. مين اللي معصبك؟ اللي بيفتح الوايت بورد ما هو اللي يا مس بيفتح الوايت بورد. عبيد عبود، كل بيفتح انا ما البتاع فيه. فتحتش حاجة. عبيدة عبيدة عبيد عبود، عبيدة ولا عبيد؟ عبيد مكتوب اسمه تحت، بس ما هو عبيدة اللي عمر. مصيره. عبيدة عمر. طب يا محمود عشان نبدأ الحصة، حتى أخلي ماما وأي حد يعمله. ماشي يا مس. محدش انا يعمل اللي شكل، محدش يعمل تبعت شكل. لها الراحة. مش عارف ايه اللي انت المفروض عندك حاجة ما تخليك بقى. مش عارف، انا مش عارف، مش عارف. لا من بس حضرتك اضغطي على اسمي شوية، على اسمي نجوى، اضغطي عليه شوية هيظهر لك اختيارات كده، ما هتلاقي منهم طلعني ميك معاك. هوست، اضغطي عليها هيجي لي الهوست كده عشان اعرف بس اشتغل حصة. او اخرج يا محمود وادخل تاني. يا ناس خلهم يقفلوا، خليهم يقفلوا البتاع ده اللي فاتحينه. اعمل طيب، بص يا محمود معلش انا هطلب منكم طلب تاني، اعمل ليفيا، اعمل اند يا محمود وهندخل تاني على اللينك عشان اعرف اخد الهوست، لان كده مش هنعرف نبدأ الحصة.
اقفل الزوم خالص يا محمود، اعمل الاند.